اتفاقية شراكة استراتيجية بين موسكو وطهران تلوح في الأفق، وهي تولي اهتماما كبيرا لقضايا الدفاع بين روسيا وإيران. هذا ما أعلنه وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف خلال الجلسة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوروآسي، والذي يعقد في العاصمة البيلاروسية. عميد الدبلوماسية الروسية ذكر أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران سيجري في المستقبل القريب، وستصبح عاملا فعليا في تعزيز العلاقات بين البلدين، مضيفا أن اتفاقية الشراكة هذه تظهر رغبة موسكو وطهران في بناء تعاون أوثق في مجال الدفاع والأمن على المستوى الإقليمي والعالمي. الاتفاقية الاستراتيجية بين روسيا وإيران تأتي بعد أيام من بدء سريان مفعول الاتفاقية الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ، خطوة تظهر توسع موسكو الاستراتيجية ضمن معسكر حلفاء الشرق، وتزيد طين العداء باللتان مع معسكر الغرب.